للأسف الشديد كل الأرقام تقول أن تونس تمضي ليس كما يقول سعيد سعود الشاهق وإنما إلى النزول الساحق للأسف الشديد، ولكن في المقابل معارضة أي قدرة لجبهة الخلاص على مواجهة نظام شعبوي لا يزال يحتفظ بنسبة محترمة من التأييد الشعبي، وفي ظل ذوبان القوة الاجتماعية الوازنة اتحاد العام التونسي للشغل. يعني التشخيص هذا ماهوش دقيق، يعني أنا شفنا احنا الاختبار الرئيسي لشعبية هذا النظام أو لشعبية الانقلاب في المحطات الانتخابية، شفنا في الاستفتاء الإلكتروني ما وصلوش تقريب 6-7% في أحسن 4%. حالات. نعم 4% 4% في الاستفتاء الإلكتروني، وشفنا بعد حسب الإحصائيات الرسمية في الاستفتاء معنا 25% وبعد حاولوا يطلعوها 30%. إذا صدقنا حتى الأرقام هذه واللي أرقام مزيفة من طرف هيئة نصبها قيس سعيد وفرض رئيسها معناها ليزي، فالأكثر من ثلثي التونسيين معناها قاطعوا الانتخابات معناها الاستفتاء، فمعنى ذلك أن هذا الانقلاب لا يتمتع بحزام شعبي ولا عنده لا شرعية ولا مشروعية ولا عنده قاعدة شعبية، ليس صحيح. وهذه معركة، المعركة مش فقط لجبهة الإنقاذ، جبهة الإنقاذ في طليعة القوى السياسية المناهضة والمقاومة لهذا الانقلاب، ولكن في جبهات أخرى، في قوى سياسية أخرى، والسياسة هي عمل تراكمي. معناها أن نشوف عملية الرفض تفعل فعلها اليوم في بين التونسيين والتونسيات، حالة الرفض في صعود متزايد، والعلو الشاهق اللي يتحدث عليه قيس سعيد يشوف فيه الآن نزول عميق نحو الهاوية، والتوانسة اللي يدركوا أن الرجل هذا يخادعهم وقاعد يخو في تونس نحو متاهات الضلال والخراب، قاعد معناها يجوع في التوانسة وينكل بيهم وقاعد يشوه في صورة البلاد ويعزل فيها داخليا وخارجيا. وتقديري مسألة وقت، يعني لا يمكن لهذا الانقلاب بهذه المواصفات وبهذه الرعونة وبهذا التخلف، معناها مجتمع التونسي ارتفع فيه مستوى التعليم، التوانسة ارتفعت مستوى طموحاتهم، يعني ممكنش أن يحكمهم نظام معناها متخلف بهذه الصورة، نظام يعني رجع بالتوانسة حتى إلى مرحلة نظام رجع بالتوانسة إلى الوراء. ولكن هل على المعارضة أن تنتظر رؤية الهلال حتى يسقط هذا النظام؟ هل المعارضة أن تجدد، أن تحين آلياتها؟ التجديد والتطوير والتحيين مطلوب، ولكن بأي هدف؟ بهدف مقاومة الانقلاب، مش التجديد والتطوير مبرر مش نعطوا مسوغات أو مش نعطوا معناها مبررات لتأبيد الانقلاب. هذا أمر مطلوب بكل تأكيد، مطروح على كل قوى سياسية أن تطور نفسها، تراجع، تقيم، يكون عندها انتقاد موضوعي يسمح على التقدم إلى الأمام، مش انتقاد متاع تدمير ذاتي. أنا مع هذا المنهج، ولكن نحب ننبه لشيء أيضا، فما زمن النخبة وزمن الشعب، النخبة عندها زمن الخاص متاعها ولكن الشعب عنده الزمن متاعه، وربما معناها الوعي الشعبي يحتاج إلى شيء من الوقت، معناها حتى تنتقل الناس من المنطقة الرمادية، بعض الأطراف وبعض القوى الشعبية ربما كانوا يتصوروا قيس سعيد بسبب الضخ الإعلامي والتضليل الإعلامي مش يحل لهم مشاكلهم، أقنعوهم للعشرية اللي فاتت عشرية سوداء، وجاهم الصيد بقلادة، معناها جابوا ماذا يجي قيس سعيد، معناها جاب لهم الصيد من ذيله باش يحل لهم مشاكلهم الاقتصادية والتنموية وباش يشغلهم، وقال لهم الثروة على مرمى حجر، الأموال موجودة وهي كثيرة وكثيرة جدا. الناس ولت تحلم ساكن، معناها وقعوا في الضلال، معناها ضللهم قيس سعيد، الآن يدركوا يصطدموا معناها بالواقع المرير ويدركوا قيس سعيد قاعد هازم إلى الهاوية، وهذوما قاعدين ينتقلوا من يوم إلى بعد يوم من الضفة الأخرى، من الضفة المساندة إلى قيس سعيد إلى الضفة الرمادية كما تقول، المنطقة الرمادية إلى ضفة المعارضة. فالمسألة مسألة وقت، ولا تقدير هذا الانقلاب لا يمكن أن يعمر طويلا، لأنه ضد طبائع الأشياء وضد معناها تكوين المجتمع التونسي وضد طموحات وتطلعات ونضج النخبة السياسية التونسية، ما قلنا في هذه النخبة معناها من انتقادات ومن مظاهر عجز وقصور.